أنا اسمي سارة، أم لعشر أولاد، تجوزت عمري 16 سنة، هلأ عمري 27 سنة. أوقات بحس حالي من وراء التعب عمري شي 100 سنة. نحن جينا من سوريا بسبب الحرب وسكننا بمخيمات. كنا قاعدين بالمخيم، عدوا من جنبنا صبايا من جمعية سلامة وبركوا يشرحولنا كتير مواضيع عن الصحة والإنجاب، شرحولنا عن الخدمات اللي بيقدموها بالعيادة. أنا كنت مولدة جديد فبدي أروح أفحص الولد، رحت على العيادات. فوتتني القابلة القانونية على غرفة المشورة وحكيت لها قصتي، شرحت لي عن تنظيم الأسرة وشو متوفر عنا بجمعية سلامة. أنا فرحت كتير كتير، كأني لقيت كنز، إنه لأني ما حدا حاسس بتعبي غير أنا. يا ريت بعرف هالجمعية من زمان. بعد مشورة طويلة اخترت اللولب وقالت لي بضايل معك 10 سنين ونسبة نجاحه 99%. عطتني موعد لتركيب اللولب وقبل ما أقفل عطتني واقي ذكري وكله مجانا. كانت الجلسة سرية وما حدا عارف شو عم نحكي. بنصح كل النسوان تروح على مركز مثل مركز سلامة لصحتها وصحة أولادها. وبالنسبة للحمل ما يجيبوا كل سنة ولد، بين كل ولد وولد سنتين سنتين على الأقلية. روحتي على مركز سلامة غيرت لي حياتي وخلتني أهتم بحالي بصحتي وبعافيتي وبولادي.